السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ما سابع الحمد لله. اليوم جبت لكم اون غوسيت تاع الشربات، مي شربات بالبنان. كاع تحوسوا عليها وعلى بالي كي تجربوها كامل تولوا ديروها بزاف بنينه، ويعني وفيها لي فيتامين مقارس مع البنان، سي دو لا فيتامين سي اون بلوس. البنان بزاف مليح باش نقدروا نفوتوا نهارنا. الوغ واش فيها؟ عندنا الماء بارد، عندنا سيترون، سيترون عندي هنايا دو فير دو سيترون، يعني عصير الليمون. عندي زوج كيسان تاع عصير الليمون. واش نسحق؟ نسحق 3 حبات بنان، ونسحق زوج كيسان تاع السكر، وزوج كيسان تاع الحليب، ونسحق كاس تاع ياغورت بذوق البنان. انا استعملت هذا ياغو تاع البنان، يعني نسحق كاس. واش ندير في البلندر؟ ندير الليمون، عصير الليمون، وندير البنان. شوفوا ندير البنان، نزيد ندير الياغورت بذوق البنان، قلنا كاس. واللي ما عندوش ياغورت ذوق البنان يقدر يدير لاغوم تاع البنان. شوفوا بعد ما ميكسيت كلش نزيد ندير له زوج كيسان تاع السكر. شوفوا بعد ما ميكسيت كلش درتو هكا في صالاتي باش نزيد نخلط. واش ندير؟ نزيد ندير الحليب، ندير كاس، نزيد ندير زوج كيسان حليب، ونخلط. شوفوا بعد ما خلطت كلش دوكا واش نزيد؟ نزيد 4 كيسان تاع الماء، يعني بهذا الكاس اللي عبرت به نزيد 4 كيسان تاع ماء ونخلط. هاوليكم الشربات تاع البنان والليمون، عامليك خلاص كملتهم. يجوا بزاف بنان، يعني باش نبدلو شويه ماشي غير الشربات تاع الليمون وحدهم، على بالي بلي كاع نحبو كي نكونو صايمين كاع نحبو نشربو حاجه هكا بارده تاع الشربات. شوفوا اللي ما حبش يدير الياغورت تاع البنان حبو يجي فيغ كيما راهم يبيعوه في المحلات، كاين في الحوانت يبيعوه يجي خضر هكا جون. هذيك لاغوم تاع البنان تشريها اون كولور باش يجيك هكاك. انا ما حبيتش ندير لاغوم بيسك كان عندي الياغورت تاع البنان، درت الياغورت ان فيغ تاع ياغورت كيما قلت لكم. واللي يحب يدير لاغوم يدير اون كويغا كافي تاع لاغوم، يشريها ويتباع بلي كولور. هام ليكم شربات تاع البنان بالليمون، الموز بالليمون. بالصحه ولهنا، ان شاء الله شهيه طيبه وان شاء الله يعجبوكم. ما تنساوش دي جيم دي بارتاج.